ويلعب ناقص اهم اثنين عندي الوينج وعبد الله جمعه. لكن يا سلام عليك يا كليا، حلوه حلوه. علي معلول حط الزغلول، يا عيني عليك يا نيل. وجميله جميله جميله عبد الكليا، ارتباك دفاعي من نادي الزمالك زمان الاستاذ حسن الاستكاوي. هذا الدوري نتيجه المبادره اللي خدها الاهلي للاول فيها في المباراه. اخذ الحطة وحط البطة، حلوة 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 حلوة. حتى لم افتح ولا شغال ولا عقل مش موجود. ماتش زي ده يعني عشان يعمل يلعب اليوماتي لازم كرات عرضية. اذا كان كده مرة تانية استاذ جابر من ناحية الشمال حطها لفرجاني الشاسي كالعادة. فرجاني يتدخل مرة تانية وفاول على عمرو السليم وضربة حرة مباشرة لصالح نادي الزمالك. أسأل سؤال بعد اللعبة دي. ضربة حرة مباشرة طارق حامد ناحية الشمال لما على شماله على شماله وادي العرضية الناحية التانية فوتها خطورة من قلب برافو يا هاني. ضربة ركنية ناحية الشمال هيلعبها زيزو بيمينه، عرضية خطيرة في رايت وصفارة وضربة حرة وعتاب كده من الشناوي لمحمود علاء، ومحمود علاء بيقول له مش قصدي. وهي طويلة مرة تانية هناك خالص في الشمال، انطلاقة من ناحية الشمال عمرو السليم علق عليها كان مش هياخد فاول من حمدي فتحي. فرجاني ساسي يلم كورته فرجاني يا ولد عايز يعملها بيرسنج كده ببطن رجله في دوله من الزوايا اتخض وشاف الشناوي يا نهار ابيض زحلقه في المسكيني مش ممكن مش معقول. برافو يا ياسر ابراهيم، برافو يا ياسر ابراهيم. يعني هي بطلت شويه لكن دلوقتي هو المفتاح بتاع الزمالك في الناحيه في ملعب الاهلي. انا معاك انها بطلت. هو فين الجناحين بتوع النادي الاهلي؟ مش موجودين لا حسين الشحات موجود ولا قضيب حامد. طارق حامد لعيب في منتهى القوه والرسوخ على ارضيه الملعب تطول منه المره دي. تاني عرضيه محمد عبد الغني يطلع على طول في اتجاه عمرو السليم. غريبة وعجيبة، غريبة وعجيبة. دول فرصات من رجله في اتجاه المرمى الواسع خالص. كاسونج وانا شايفه بيكر دخلت ابو جبل في اسلام جابر كانت قوية جدا. اسلام ندى اللعبة دي فوقته. تبقى ضربة حرة مباشرة من ناحية الشمال. اعتقد هيحطه جنب مصطفى محمد، لا يمكن ابدا يطلع الملعب كل الكوره كده عالية عالية عالية. لكن الكوره جوان زي ما قال الكابتن مصطفى.